ازيكم مستمعي ست عجب، انا قدش معاكم بصفه جديده شويه، مش مقدم برامج، لا دلوقتي بقيت سي او، وكحاجه حصريه بعد ما مسكت الاداره. احنا بسنا حصري النهارده ليكم بس مباشر. الايفنت الكبير اللي كان معمول كان مشارك فيه ايزاك اناكتس اب فاكتوري ومايكروسوفت بارتنر وناس كتير. دلوقتي احنا معانا ناس من ايزاك هيعرفونا ايه هو ايزاك، مين ايزاك، بيعملوا ايه، عشان نتعرف عليهم اكتر. انا مش عارف اي حاجه عن ايزاك، عرفونا الاول بنفسكم. تمام، محمد عرفه، كليه تجاره انجليزي، ايزاك فيوم. وانا ريهام رفعت، تجاره انجليش في ايزاك فيوم يونيفرسيتي. طيب انا واحد كنت حاضر الايفنت عادي وسمعتكم بتتكلموا بتقولوا ايزاك، ايه هو ايزاك؟ ايزك في الاول هقول لك كده الكلام الحلو اللي بيبهر اي حد. هي ايزك هي منظمه شبابيه طلابيه موجوده في حوالي 124 دوله في حوالي 6000 جامعه على مستوى العالم. هي بيديرها شباب والخريجين مؤخرا، ما لناش كده قياده عليا وما لناش ممولين، هي كلها شباب. هدف ايزك الاساسي هو تطوير المجتمع بطريقه غير مباشره وتطوير الطلبه، نخليهم ازاي يبقوا قاده، ازاي ان هم يبقوا عندهم القدره ان هم يفتحوا زي ان هم يبقى عندهم القدره ان هم يفتحوا لنفسهم مجال في سوق العمل لما يتخرجوا بعد كده، وزي يطوروا من نفسهم. بنعمل لهم ده ازاي؟ بان احنا بنوفر لهم فرص تبادل ثقافي بره مصر. تمام، بيطلعوا بره يسافروا في اي بلد تبع بروجرامز معينه. البروجرام اللي احنا شغالين تبعه دلوقتي اسمه جي سي دي بي، اختصار جلوبال كوميونيتي ديفلوبمنت بروجرام، وده بروجرام مينلي لتنميه المجتمع. بيطلعوا هناك بيعملوا شغل يتضمن بيه المجتمع هناك، اما علاقه ليه بالإدوكيشن يا اما بالكالتشر يا اما بالانتربرينوريال، يعملوا اي حاجه فيها تنميه للمجتمع هناك. ممكن ناس تروح تدرس لغات، ممكن يروحوا يدرسوا تكنولوجي، ممكن يعني افهم من الكلام ان تنميه. لا بالظبط، هو مش بالتنميه، لان احنا عندنا تو بروجرامز. تمام، هو في جي سي دي بي اللي ريهام لسه شرحها، وفي برنامج تاني اسمه جي اي بي. جي اي بي دوت بنعمله للناس اللي هم اتخرجوا حديث التخرج، ده عن طريق ان احنا بنوفر لهم فرصه ان هم يسافروا بره يشتغلوا هناك في شركات بمرتب، يعني كانوا قاعد عمل بالظبط. هو بيروح هناك مثلا، هو فور اكزامبل مثلا خريج هندسه بيروح يشتغل في شركه هندسيه هناك بمرتب بعقد لمده من سنه لسنه ونص، بعد كده بيرجع تاني. لكن ده في جي اي بي، يعني هو الموضوع متقسم شويه. بس الميكانيزم بتاع الموضوع نفسها ايه؟ يعني ما هو ممكن واحد يسمع الكلام يقول لك ايه يا عم، طب ما انا ما عرفتش عنكم اي حاجه من الكلام اللي بتقولوه دوت، ومفيش حد بيسافر والدنيا مش زي ما انت متخيل. فواحد مش عارف حاجه زي كده، فالميكانيزم بتحصل ازاي؟ طيب هو ايسك، هو انت فعلا ممكن حد يجي يقول طب انا ما سمعتش اول مره اسمع، بس انا هرد عليه اقول له ان هي ايسك لسه اول مره تفتح في الفيوم. هي ايسك معروفه عالميا، وايسك لو سافر جامعه القاهره او لو سافر جامعه 6 اكتوبر او يعني هي ايسك مصر، هي بدات من 2006 بس هي دوب لسه السنه دي اول مره تتعمل في الفيوم. فهو لو سافر اي حته من الجامعات اللي انا بتكلم عليها دي وقال ايسك هيلاقي كل الناس عارفاه. لو دخل على جوجل وكتب ايسك هيلاقي معلومات قد كده وستوريز حقيقيه عن ناس سافرت تبع ايزك والاكسبيرينس. طيب انا عايز اعرف المين بوينت كانت فين بدايه ايزك. طيب هي يعني ايزك في الاول اتاسست ليه؟ طيب هي ايزك بدات الفكره اصلا كانت بعد الحرب العالميه الثانيه. كان محامي امريكي كان هو هدفه ان هو يرجع السلام للعالم، وان هو يخلي العالم كله كانه مكان واحد، وتبادل الثقافات، وده ياخد من ده بالظبط. في سلاب لبن بالظبط، هو الكلام ده. فهو بدا ايسك هناك وبدات تنتشر ودخلت مصر من سنه 2006. هي كانت مقتصره على مثلا ثلاث او اربع جامعات بس السنه اللي فاتت. دلوقتي هي بدات تتفتح في جامعات اكتر، ودلوقتي موجودين في 13 جامعه في مصر. ايه اللي ممكن تقدموه جديد ومختلف للطلبه او للخريجين هنا في الفيوم؟ الحاجه اللي هم ما شافوهاش من اي منظمه ثانيه. انتوا عارفين منظمات التنميه او منظمات اللي هي الديفلوبمنت عموما كتير، في زي الاكس موجودين معانا النهارده، وفي تنموي خيري زي مثلا جمعيات خيريه كتير، بس ايه الفرق اللي بتقدموه؟ الفرق بنقدمه ان هي زي ما انت قلت في ناكتس وفي كذا منظمه، بس منظمات شغالين في الفيوم. يعني هي منظمات، انا اصلا شغال في ناكتس يعني كممبر معاهم، هي منظمات حلوه جدا، هي بتساعد على تطوير المجتمع بشكل دايركت بشكل مباشر. احنا في ايزك لا، احنا عايزين نطور المجتمع بطريقه غير مباشره عن طريق ان احنا نطور الناس، الافراد اللي بيشتغلوا اللي هم بنسفروا. تمام، لان انت مثلا في ناكتس بتشتغل مع نفس الممبر، بتشتغل مع نفس الناس، بتنزل تشتغل في ارض الواقع في الكوميونتي بتاعتك، لكن اكيد يعني انت بتكسب خبرات طبعا يعني. لكن في ايزك لما بتسافر وبتشتغل في كوميونتي مختلفه، بتتكلم لغه مختلفه، بتتعامل مع ناس مختلفه، ده بيفتح قدامك المجال للتفكير بطريقه رهيبه. ده بيفتح قدامك يعني بيفتح لك حياتك بعد كده. يعني طبعا طبعا لما انت بتتعامل مع نفس الشخص بنفس اللغه بنفس التعاملات كل حاجه، غير لما تتعامل مع حد انت لا نفس اللغه ولا نفس الدين ولا نفس اي حاجه،
فده طبعا بيديك في الاخر قدرات رهيبه انت بتستفيد بيها بعد كده كطالب لما بترجع نوع تاني. انتوا لسه بادئين السنه دي في الفيوم؟ لسه مظبوط. اول اسبوع في طلبه هيسمعوا الحوار ده وهيحبوا ان هم يعرفوا اكتر عن ايزك وهيحبوا يعرفوا ازاي نقدر نشارك وازاي نقدر يعني ندخل في حاجه زي كده ونعرف عنها اكتر. منين؟ ازاي؟ من مين؟ هيعرفوا من مين؟ احنا موجودين، هننزل الجامعه كل اسبوع ان شاء الله، وفي على الفيسبوك لينك وكل الكلام ده موجود. بس انا عندي مفاجاه الاول، احنا معانا حد من ايزك ايجيبت موجود، لو تحب تسألوا اي سؤال او تعرفوا اي حاجة هو موجود معنا، اسمه صاوي. اتفضل اتفضل. اهلا بحضرتك، متعرف بيك؟ محمد الصاوي، Vice President Expansions ISEC Egypt. تاني؟ Vice President Expansions ISEC Egypt. ISEC Egypt Vice President. شرفت بيك. عايزين حضرتك تقول لنا كلمة سريعة تضم فيها وتنضم من كل الحاجات اللي الانشطة او الاهداف التارجت الحاجات اللي عايز ISEC تعملها في مصر. بزين فلوس داخلين سنة جديدة، فالطلبة يعني في الفيوم او عموما الشباب في الفيوم حاجة جديدة وحاجة مفيدة بالشكل ده يحبوا يعرفوا عنها اكتر. أوكي. عشان يقدروا يوصلوا تارجت. طيب هو مينلي ISEC جلوبال مش في مصر بس، هي الهدف بتاعها السلام العالمي، وان كل بني ادم كل بني ادم شاب يعرف يفولفل يعرف يحقق كل الطاقات اللي عنده وكل الديفلوبمنت اللي هو ممكن يقدر يعملها. الموضوع ده بيحصل عن طريق كذا كذا بروجرام موجود في ISEC، ليدرشيب اللي هي المهارات القياديه، بعد كده في الاكسشينج بروجرام، في كذا نوع من الاكسشينج بروجرام، ان انت تسافر بتعمل انترنشيب، بتسافر بتشتغل مش لازم في المجال بتاعك، ممكن تعمل حاجه كوميونيتي سيرفيس، حاجه لخدمه المجتمع وترجع تاني هنا. الهدف منها ان انت بتاخد حاجه اسمها زي رحله داخليه تو اكسبلور انت عندك ايه، انت بتكتشف انت ايه المواهب اللي عندك وتنميها اون يور اون في انفايرمنت مختلفه تماما عن الموجوده في مصر. بعد كده لما ترجع لمصر المفروض انت يو شود باي ات باك لمصر، ان انت تردها تاني لمصر. بس بشتغل على سكيلز ان انا احطها في جوب او احطها في مكان معين في وظيفتي، لا ده انا كمان بكتسب سكيلز اشتغل بيها على نفسي. اكزاكتلي بالظبط كده. انت الانشطه هتبدا هنا الطلبه يشوفوها اكتر ويندمجوا معاها في الفيوم، او انت النشاط هيزيد في الفيوم؟ هو السنه دي ده اول سنه نبقى موجودين في الفيوم. المفروض في هيبقى في فرع لوكال شابتر في جامعه الفيوم ابتدى دلوقتي، هو دلوقتي اكسبانشن زي امتداد، وان شاء الله على اخر السنه، مش اخر سنه يعني السنه الدراسيه، هيكون في عندنا لوكال شابتر اندبندنت تماما شغال 100%. بس هو من دلوقتي كده انت ممكن لو عايز تخش از ممبر تشتغل، وممكن لو عايز تخش تطلع اكسشينج لحد هو دلوقتي شغال اوريدي. طيب اكيد حد من المستمعين برضه، لان الفكره برضه جديده الى حد ما على الناس هنا، هيسال سؤال، طيب الناس دي مستفيده ايه؟ يعني كل الكلام ده كلام كبير جدا وكلام فيه مسج، هم مستفيدين ايه من الموضوع ده؟ لان الموضوع واضح ان هو تقيل جدا مش حاجه سهله. طيب هو اي واحد في ISEC سواء هو في ISEC ISEC ايجيبت الناشونال بورد او على ISEC فيوم او اي حته في ISEC، هو المفروض ان هو عن طريق ان هو يدي الامباكت ده لحد تاني هو نفسه بيحصل له ديفلوبمنت. يعني انا لو انا دخلتك البروجرام ده في بروسيسز في زي بروسيس معينه بمشي فيها بتخليني ان انا اكتسب بكتسب الديفلوبمنت بتاعتي، فانا عن طريق ان انا اعمل ديفلوبمنت لحد انا بكتسب. اقدر اقول انه وين وين سيتويشن، انا كسبان وانت كسبان، يعني انا داخل عشان اقدم حاجه نفس الحاجه اللي هقدمها انا هكتسبها. بكتسب حاجات بالظبط كده، يعني انا عشان اديليفر البروجرام ده لاي حد انا بكتسب مهارات نفسي. جدا متشكر جدا لحضرتك وسعدت جدا باللقاء معاك واستفدت بيه جدا، شكرا جدا. نرجع للناس تاني معانا. جميل جدا، عجبني جدا فايس بريزنت، حاجه كبيره وكلامه بجد عجبني وكلامكم عجبني. بس انا دلوقتي عايز اقول كلمه اخيره للشباب، هنبدا امتى في الفيوم ونبدا ازاي؟ بالنسبه لايزك يعني ولا بالنسبه عموما؟ بالنسبه لايزك احنا هدفنا ان كايزك ان احنا عايزين نطور كل الشباب الجامعيين، مش هدفنا ان احنا نصفر 20 30 40، لا احنا هدفنا حاطينه الفيجن بتاعتنا، عايزين نصفر كل الناس، عايزين الناس كلها تستفيد، عايزين الفرصه ما تضيعش. في ناس كبروا وخلصوا الجامعه دلوقتي بيتمنوا الفرصه دي تجي لهم، لان هي يعني الفرصه محدوده لطلاب الجامعيين بس. وانا عن نفسي انا في ثالثه بقول يعني السنتين اللي فاتوا ضاعوا بجد، يعني احنا كل ما الواحد بيقعد كل واحد بيكتشف يعني بيلاقي ان هو انا برضو انا قبل كده قبل ما ادخل الجامعه ضيعت، يعني كان في حياتي المفروض انا اتعلمها ما اتعلمتهاش. فاحنا الرساله بس اللي بوجهها لكل الطلاب الجامعيين في جامعه الفيوم، مش عايزين نضيع الفرصه في ايدينا، احنا قدامنا اربع سنين نقضيهم في الجامعه، بلاش تضيع الوقت دوت. يعني بخلاف ISEC، يعني حتى لو واحد مش عاجباه فكره ISEC او فكره السفر، يعني هي نصيحه
حاول تطور من نفسك، يعني حاول انت تعمل حاجه، حاول تخلي نفسك، حاول تفيد مجتمعك زي ما احنا. هنبدا امتى وازاي؟ احنا ان شاء الله بادئين بقالنا اسبوع، والاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا برضو خلال شهر 11 كده، هنيجي عندكم لغايه الجامعه، هتلاقونا لابسين ايزك وبنشرح للناس كلها الاجراءات وكل حاجه ازاي والفلوس. شهر 11 خلال شهر 11 احنا بنشتغل على موضوع السمستر الشتاء وصيف عشان بنسافر، يعني احنا اصلا هدفنا مصلحه الطالب، ما ينفعش يكون هدفنا مصلحه الطالب ونيجي نسفره في ده الساوند سيستم عالي هنا. ربنا يبارك لهم. حد يقول لهم احنا بنسجل. طيب احنا هدفنا ان احنا عايزين نطور الطالب الجامعي، ما ينفعش اقول لك انا جاي اطورك واسفرك في دراستك او ان انا اذيك، لا انا بقى بسفر الناس في اجازه الصيف واجازه الشتاء. حاليا لغايه اخر 31/12 احنا بنعمل الابلكيشن بتاع الناس هتسافر ان شاء الله في الشتاء دي، عشان توصل لنا يا هتجي لنا في الكامبس اللي بنعملها في الجامعه، يا هتخش على البيج. احنا عاملين حاليا ايفنت كده كبير ممتد لغايه 31/12 اسمه ديسكفر ايزك ديسكفر زور، يعني اعرف ايزك هتعرف العالم كله. لو دخلت فيها هتلاقي ابلكيشن هتملاه اونلاين وهنكلمك على الانترفيو كل حاجه. استناكم ان شاء الله في خلال 11، ولو ما جيتوش انا هعمل مشكله. استناكم ان شاء الله نفسي باذن الله مشارك معاكم، وهبدا امشي بالفكره على قد ما اقدر. عجبني الكلام جدا، وانا سعدت جدا باني سمعت الكلام الجميل ده والفكره دي منكم وانت عرفت ليكم. شكرا جدا، واكيد ان شاء الله تقدموا حاجه كبيره جدا في الفيوم ان شاء الله.